Ya Rabbi salli ala Muhammad ma laha fil ufqi nuru gawgab. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alayhi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad الفاتح الخاتم المقرب. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد المصطفى المجتبى المحبب. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد ما لها بدر وغاب غيهاب. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد مارح نسر بنسر قد هاب. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد ما شارد الإصابتنا سبسام. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وكل من للحبيب ينسب. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وكل من للنبي يسحب. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وفر وسامح من كان أدنى. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد وبلغ كل مدلى. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد واسلك بنا ربي غير مدحى. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد واصلح وسهل ما قد تصعب. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. صلي عليه وسلم. يا
صلي علي وسلم يا ربي صلي على محمد يا ربي فأتيت إلى حبيبي فهدايا قلب ورفقان رقت عيناي شوقا ولطيبة ظرفة عشقا فأتيت إلى حبيبي فهدايا قلب ورفقان يا رسول الله.
حبا لرسول الله محبا في روضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد يا طيبة جلدك صفا لرسول الله محبا في روضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم
يا كرم الحق ما نكون. إني لزرتم بما رجعتم يا كرم الحق ما نكون. كل رجعنا بكل خير وسامع الفرع والوصول. رجعنا بكل خير وسامع الفرع والوصول. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. الله كياتية الوجود بطبع بعيشي ولا وجودي. الله كياتية الوجود بطبع بعيشي ولا وجودي. ولا ترمنات في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي. ولا ترمنات في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Yang anu bisa mengikuti ya sambil belajar sedikit demi sedikit demi sedikit. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allah ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Sallallahu alaihi wa yansurukallahu nasran azizah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Sallallahu alaihi wa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsil adhim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه. تعالى مده وعظم شانه خلق الخلق لحكمه وضع عليها علمه وبسط له من فائد المنة ما جرت به في أقداره القسمة. صلى الله عليه وأرسل إليه مشرف خلقه وأجل عبيده الرحمة. تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب. صلى الله عليه فما أجل هذا المنن الذي تكرم به المنن وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حدة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعثرت بوجودها أكناف الوجود ودرست برد العوالم بطراز التكريم. اللهم
صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في عالم القدس الواسع تجلي قطب انتشار فضله في القريب والساسع صلى الله عليه. وله الحمد الذي لا تنحسر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان صلى الله عليه. يتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من ثوابه فلله على هذا الحبيب صلى الله عليه. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب أمل أنا ما نوالى جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا قدر في الحسن أعلى مقام وتناهى بمده وتعالى لا حدث في مثلته بشرا كاملا يزيغ الضلالا صلى الله عليه. وهو من فوق علم ما قد رأته رفعة في سؤونه وكمالا فسبحان الذي أبرز من حدث الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويهار في تأكل معانيه الجنان صلى الله عليه. انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلق ينور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في ذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين الرؤوف الرحيم صلى الله عليه. فمن فجأ هذه البشارة فتلقاها بالقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. صلوا على النبي محمد صلوا عليه. صلوا على محمد صلوا عليه. طالما أشكو غرامي يا نور الوجود طالما أشكو غرامي يا نور الوجود وأنادي يا تهامي يا سمرامي أهدى بشود منيتي أقصى مرامي أهدى بشود وأرى باب السلام يا زاد
wakil gudun talama asyukwara miya nural wujud talama asyukwara miya nural wujud wa unadiyati hami ya ma'din al-jud wa unadiyati ya tirazal kauni inni ashik mustaham ya tirazal kauni inni ashik mustaham muramun wal madhu fani ya batratamam muramun wal madhu fani ya batratamam ya tarim ya tarim ya tarim ya tarim syailillah 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 ya tarim ya tarim ya tarim ya tarim syailillah 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 ya tarim ya tarim syairillah 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 bijahe ba'alwi bijahe ba'alwi syairillah 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 ya tarim ya tarim ya tarim ya tarim sayyidillah 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 habibunal karim habibunal karim sayyidillah 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 ya tarim ya tarim ya tarim ya tarim sakafuna wali sakafuna wali syairillah 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 ya tarim ya tarim ya tarim ya tarim syairillah 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 al muhdar اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تضرب بها اللسان أما تضمنه الجنان من التصديق بها واللسان صلى الله عليه
تثبت بها بالصدور من الإيمان قواعده ودلوه على أهل اليقين من سر ذلك الإدعان وتصديق شواهده. وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليه لخلقه من فرده ونفله عبد أرسل الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا صلى الله عليه. وكان في ظلمة الجهل للمستبشرين سراجا وقمارا منيرا وما أدماها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوساها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر صلى الله عليه. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحية وأوسائها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها فيه الأدل الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلى الله عليه. فلا يتصل بها روح المصلي عليه به وينبسط في قلبه نور سر التعلق به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه وتفيعوا دلال الشرف الأصل بوده وحبه ما أدر الأكوان بنسر ذكراهم نسيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. أما بعد، فلما تعلقت إرادة الله في علم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بتقديم وتكريم نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفلقت بيت التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين صلى الله عليه. آمين. لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأزلاب الكريمة والبطون وما من صلب ضمة إلا وتمت عليه من الله النعمة صلى الله عليه. وهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتصرف بموطن استقراره وموضع خروجه وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت وأدحرت من سر هذا النور ما أدحرت وخصصت به من خصصت صلى الله عليه. فكان مستقره في الأسلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم شهادة بشرا لا كالبشر صلى الله عليه. ونورا غير الأفكار ظهوره وبهر فتعلقت همة الرقم لهذه الحروف بأن يركم في هذا الكرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف وإن كانت الألسن لا تفي بأسر مئسار أوصاف ذلك المصوف تسويقا للسامعين من حواس المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين صلى الله عليه. وإلا فأنا تغرب الأقلام عن شؤون غير الأنام ولكن عزني إلى تدوين ما حفظته من شر أشرف المخلوقين وما أكرم الله به في مولده من الفضل الذي أما العالمين صلى الله عليه. وما
بقيت رايته في الكون منصورة على مر الأيام والشهور والسنين دا يتعلق بهذه الحضرة الكريمة ولا يجد تسوق إلى السماء الصافية القديمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسامي ولعل الله ينفع به المتكلم والسامي ولعل الله ينفع به المتكلم والسامي ويدخلان في شفاعة هذا النبي الشافي ويتروحان في روح ذلك النعيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه صلوا على النبي محمد صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المصطفى المختار خير البرية كلام Oh, no.
الله ولا Oh,
رات الغالي يوم إلى الجود والكرم نسيك نبي محمد نبأن كتاب Di wadah
محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فحين كربا ودي هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرض ومن فيهن بترهيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تثير وألسنة الملائكة بتبشير للعالمين تأييد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كشفت لنا هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور صلى الله عليه فأنفذ الحق حكم على من أدم الله عليه النعمة من هواس الأمة ينظر عند وجهه أمة تأنيسا لجنابها المشهود ومشاركة لها في هذا السماد المنظور صلى الله عليه وحضرت بالتوفيق إلي سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور إن من قسم الله له من الشرف القسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على قدوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود وبارز الحامد المحمود مدعنا لله بتعظيمه والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 الله يا نبي سلام عليك يا يا حبيب سلام
Allah
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم سليم على سيدنا محمد مولانا محمد اللهم صل وسلم But
صلاةً دائمةً بدوام ملك الله سلوكو سلوكو بعد بعد إلى سير ما بنى صلاة لعليه بايوم تا سلوكو 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 baru dok kopinya.
Ya, ciri putih. Ayo, apa terserah ente ya? Turi putih, sallallahu Nabi Muhammad. Turi tandur neng kebon aku ana sleret tipe nyemplung mbok iraha kembang e apa sallallahu Nabi Muhammad turi putih turi putih di tandur neng kebon aku ana seret tipe nyemplung mbok ira kembang e apa turi putih di tandur neng kebon aku ana seret tipe nyemplung mbok ira kembang e apa Allah, ala Taha Rasulillah.
Subuh, ya. Tapi masih ada besok ketemu lagi malam. Malam minggu jauh, malam Senin di Banyuwangi. Jangan ngomong-ngomong di Banyuwangi. Oke. Jangan ngomong-ngomong. Terus malam apa lagi? Oh, malam Jumat depan di Tanjung Sari. Jangan ngomong-ngomong lagi ya. Oh, kan dateng kan? Kedengeran ke sana. Ya, kita sekarang berdoa mohon pada Allah Subhanahu wa taala khususnya yang sedang sakit ya. Kalau ada saudara-saudara kita yang sedang sakit sebutkan namanya ya. Namanya kalau bisa nama orang tuanya. Nah, kita khususkan malam hari ini yang sedang sakit Ibu Sunarsih binti almarhum Harjo Sumardi, mudah-mudahan diangkat penyakitnya. Kemudian yang kedua kita khususkan doa untuk Bapak Tarmidi binti bin Karso, sedang sakit, mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada saudara-saudaranya yang sakit, silahkan menyebutkan namanya. Shallu ala Nabi Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil a'la ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walamma nadal fikru min darari awsafi Muhammad yaku ukudah tawajjahtu ila Allah mutawassila bi sayyidi wa habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ayya jalasai fihi mashkura fili fihi mahmuda wa idubu amali fil amali makbula wa tawajjuhi fit tawajjuha li khalisatul wasilatul mausula. Allahumma ya man ilai tatawajjahul amal fata'udud zafirah wa ala babi izzati tuhadir rihal fatashaha minhu fuyadadul khamirah. Natawajjahu ilaik bi asrafi wasaili ladaik sayyidil mursalin abdika sadiqil amin sayyidina muhammadin lazi amma risalatuhul alamin antu saliatu salimu alatika zatil kamilah mustaudai amanatik wahabidi syirrik
وحامل رايا دعاتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب بلك والمحشش بشرف الأبهر في كل موطن من مواطن قربي ومدهر قاسم دادك في عبادك وساكي كويس إرشاد أهدك وأهدي ودادك سيد الكونين وأسرفة الثقلين الأبد المحبوب الخالص المنصوص منك بأجل الحصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وأهل حضرة اقتراب من أحبابي اللهم إنا نقدم إليك جاهد النبي الكريم وتوسل إليك بشرف مقامه الأدب أن تلاهدنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأذنفتنا في جميع أدوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وأسيدي وقايتك فتبلغنا من شرف قرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية أعمالنا وتتقبل منا تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولأهدك من الحافلين اللهم إنا لنا أطمعا في رحمتك الخاصة فلا تهرمنا وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تهيبنا من بك برسولك فما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفياً أن تقابل المسلم منا بالغفران والمسيئة بالإحسان والسائلة والمؤملة بما أمل وتجلنا مما نصر هذا الحبيب ووادره وواله وظاهره وأما ببركاته وشرف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووالدينا جميع المسلمين والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدمر دينك في جميع الأقطار منصورة ومعلم الإسلام والإيمان بأهلها مأمورة معنى النصورة واصف اللهم قربة المقربين واقض دين المدينين واغفر للمظلمين وتقبل توبة التائبين وانصر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط الأدلى بالولاة الحق في جميع النواهي والأقدار وأعذهم بتأديب إنك ونصر على معاندينا من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في لسان الحسيب من جميع البلايا واجعلنا يا رب في لسان الحسيب من جميع البلايا واجعلنا يا رب في لسان الحسيب من جميع البلايا وفي لسان المقيم من الذنوب والخطايا وأدمنا في أعمال بطاعتك وسهك خدمتك قائبين وإزادة وفيدنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واهتمنا منك بخير أجمعين وصلي وسلم على هذا الحبيب محبوب لأسباب الأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين كل بشر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط مستقيم الذين تعلم المغضوب عليهم Allahul Amin Amin Jamudi Basailin. Doanya satu lagi untuk teman-teman yang mau nyebrang rombongan Mbah Jamal sak mobil ini Insya Allah malam ini apa besok? Besok ya. Mudah-mudahan dikasih kelancaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan di sana dimudahkan perjalanannya. Langsung sampai sana ketemu Abuya Abah Sari dan langsung disahkan hikmahnya. Amin ya Rabbal. Kembali ke Lampung lagi dengan selamat tanpa kurang satu apapun. Al-Fatihah. Sa'ilin ya, sekali lagi yang mohon kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang jadi hajat kita mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahul muwaffiq ila aqwami thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah 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 Allah
الفاتح الخاتم المقرب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد المصطفى المجتبى محبب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ما لها بدر وغاب غيهاب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد مارح نسر بنسر قد هاب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ما شارد الإصابتنا سبسام يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وكل من للحبيب ينسب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وكل من للنبي يسحب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وفر وسامح من كان أدنى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وبلغ لكل
وسلم أدلى. يا رب صلي على محمد، يا رب صلي عليه وسلم، يا رب صلي على محمد واسلك بنا ربي غير مدحى. يا رب صلي على محمد، يا رب صلي عليه وسلم، يا رب صلي على محمد واصلح وسهل ما قد تصعب. يا رب صلي على محمد، يا رب صلي عليه وسلم، يا رب صلي على محمد، يا رب صلي عليه وسلم، يا رب صلي على محمد، يا رب صلي عليه وسلم، يا رب صلي على محمد، يا رب صلي الأزكياء، السلام عليك
anbiya assalamu alayhi adqal ladkiya assalamu alayhi zainal anbiya assalamu alayhi adqal ladkiya assalamu alayhi dua ya tabibi assalamu alayhi ya miski wa tibi assalamu ala muqaddani bil imam assalamu ala al mutawaji bil karam assalamu ala al mudallali bil gham assalamu ala assalamu عشقان فأديت إلى حبيبي فهدايا قلب ورفقان رقت عيناي شوقان ولطيبة ظرفة عشقان فأديت إلى حبيبي فهدايا قلب ورفقان صلي على محمد السلام عليك يا لرسول الله محبا في روضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد يا طيبة جلدك صفا لرسول الله محبا في روضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد السلام عليك يا يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله يا رسول الله يا نبي يا نبي لك الشفاء وهذا مذنبي يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي لك الشفاء يا حبيبنا
رسول الله. يا نبي يا نبي يا رسول الله. يا نبي يا نبي لك شفاء محمد نبي. يا نبي يا رسول الله. يا نبي يا نبي لك شفاء يا كرم الحلق ما نكون إكيل زرتم بما رجعتم. يا كرم الحلق ما نكون كل رجعنا بكل حير والسامع الفرع والوصول. رجعنا بكل خير والسامع الفرع والوصول. اللهم صل على محمد صلي على محمد. يا ربي صلي عليه وسلم. لك يا زية الوجود بالطبع عيشي ولا وجودي. لك يا زينة الوجود صلي على محمد. يا ربي صلي عليه وسلم. اللهم صلي على محمد. يا ربي صلي عليه وسلم. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله. Yang anu bisa mengikuti ya sambil belajar sedikit demi sedikit. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih wa ala alaih. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina liyawfira laka Allah ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhar wa yutimma ni'matahu alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Sallallahu alaihi wa yansuraka Allahu nasran aziza
لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب الأرش العظيم إن الله وملائكته يصلون يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطانه الوادي برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه تعالى مده وعظم شانه خلق الخلق لحكمه ودعا عليها علمه وبسط له من فائد المنة ما جرت به في أقداره القسمة صلى الله عليه وأرسل إليه مشرف خلقه وأجل عبيده الرحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب صلى الله عليه فما أجل هذا المنن الذي تكرم به المنن وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حدة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعثرت بوجودها أكناف الوجود ودرست برد العوالم بطراز التكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله تجلى الحق في عالم القدس الواسع تجليا قطب انتشار فضله في القريب والساسع صلى الله عليه وله الحمد الذي لا تنحسر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان صلى الله عليه يتشرف بوجوده ثقلان وتنتصر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من ثوابه فضل الله على هذا الحبيب صلى الله عليه يا لقلب سروره قد توالى بحبيب أما الأنام نوالى جل من شرف الوجود بنور ومر الكون بهجة وجمالا قد ترقى في الحسن أعلى مقام وتناهى بمده وتعالى لا حدث العيون في مثلته بشرا بشرا كاملا يزيغ الضلالا صلى الله عليه وهو من فوق علم ما قد رأته رفعة في سؤونه وكمالا فسبحان الذي أبرز من حدث الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويهار في تأكل معانيه الجنان صلى الله عليه إن
عند أسار منه في علم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلق ينور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في ذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين الرؤوف الرحيم فمن فجأ هذه البشارة فتلقاها بالقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه صلوا على النبي محمد صلوا عليه صلوا على محمد صلوا عليه طالما أشكو غرامي يا نور الوجود طالما أشكو غرامي يا نور الوجود وأنادي يا تهامي يا معدن الجود وأنادي يا تهامي يا معدن الجود طالما أشكو أقسم رامي أهدى بشود منيتي أقسم رامي أهدى بشود وأرب بالسلام يا زكي الجدود وأرب بالسلام يا زكي الجدود طالما ورامي يا نور الوجود ولما أشكو ورامي يا نور الوجود وأنادي يا تهامي يا معدن الجود وأنادي يا تهامي يا معدن الجود يا طراز الكون بلدات الأولياء شايل
تارم يا تارم سائل الله سائل الله سائل الله سائل الله بجاه بعلمي بجاه بعلمي سائل الله سائل الله سائل الله سائل الله يا تارم يا تارم يا تارم يا تارم سائل الله سائل الله سائل الله سائل الله حبيب حبيبنا الكريم شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله يا تارم يا تارم يا تارم يا تارم شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله سقفنا والي سقفنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تضرب بها اللسان أما تضمنه الجنان من التصديق بها واللدان تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده ودلو على أهل اليقين من سر ذلك الإدعان وتصديق شواهده وأشهد أن سيدنا محمد الأبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليه لخلقه من فرده ونفله عبد أرسل الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا صلى الله عليه وكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمارا منيرا وما أدماها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوساها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر صلى الله عليه اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحية وأوسائها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها فيه الأدل الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلى الله عليه فلا يتصل بها روح المصلي عليه به وينبسط في قلبه نور سر التعلق به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه وتفيعوا دلال الشرف الأصل بوده وحبه ما أدر الأكوان بنسر ذكراهم نسيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه وسلم
أما بعد فلما تعلقت إرادة الله في علم القديم بظهور أسرار تخصيص للبشر الكريم بتقديم وتكريم نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفلقت بيت التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين صلى الله عليه آمين لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأجلاب الكريمة والبطون وما من صلب ضمه إلا ودمت عليه من الله النعمة صلى الله عليه وهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتصرف بموطن استقراره وموضع خروجه وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت وأدحرت من سري هذا النور ما أدحرت وخصصت به من خصصت صلى الله عليه فكان مستقره في الأسلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم شهادة بشرا لا كالبشر صلى الله عليه ونورا حير الأفكار ظهوره وبهر فتعلقت همة الراكم لهذه الحروف بأن يركم في هذا الكرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف وإن كانت الألسن لا تفي بأسر مئسار أوصاف ذلك المصوف تسويقا للسامعين من حواس المؤمنين وترويها للمتعلقين بهذا النور المبين صلى الله عليه وإلا فأنا تغرب الأقلام عن شؤون غير الأنام ولكن عزني إلى تدوين ما حفظته من شر أشرف المخلوقين وما أكرم الله به في مولدي من الفضل الذي أما العالمين صلى الله عليه وبقيت رايته في الكون منصورة على مر الأيام والشهور والسنين دا يتعلق بهذه الحضرة الكريمة ولا يجد تسوق إلى السماء الصافية العظيمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسامي ولعل الله ينفع به المتكلم والسامي ولعل الله ينفع به المتكلم والسامي ويدخلان في شفاعة هذا النبي الشافي ويتروحان في روح ذلك النعيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه صلوا على النبي محمد صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المصطفى المختار خير البرية كلام يملو سماه
يملو سماء صلوا على النبي محمد اللهم صل عليه هذا القرآن هذا القرآن هذا القرآن Oh.
سبحان الله ولا إله إلا الله لنقطة التعيين
يا مرامي صادتهم بالسلام المبين إنه قد بعيد يا مرامي صادتهم بالسلام Nabi Muhammad
Allahumma salli wa sallim wa barik alaih wa ala alaih fahina karuba awan wa dihadal hadib a'lanati samawat wal arud wa man fihina bitarhib wa amtarul judil ilahi ala ahlil wujudi tathid wa alsinatul malaikati bitafsiri lil alamina ta'id subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wal qudratu kashafat bina hadzal masdur liyabruza nuruhu kamilan fi alami dhuhur Nuran faqa kulla nur Sallallahu alaihi Fa'afad al-haqqu hukma ala man adama Allah alaihi ni'mah Min huwasil umma yandura inda wadihi umma Ta'nisan li janabihal mas'ud Wa musyarakatan laha Fi hadha simatil mahdud Sallallahu alaihi Wa hadarat bi tawfiqillahi sayyidatu Maryam wa sayyidatu Asiya ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف القسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على قدوره وجود هذا المولود فانفلق سبل الكمال من النور عن عمود وبارز الحامد المحمود مدعنا لله بتعظيم وسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 الله يا نبي يا رسول سلام عليك
Baru selimut.
Oh,
ceritanya Yeah.
suku suku bata bata ila ilo Muhammad. Kopinya itu. Yang baru dok, kopinya. Ya, ciri putih. Nah. Ayo. Apa terserah ente ya. Turi putih
صلوا للنبي محمد. Ditandur neng kebon aku. Semuanya. Ono sleret tipe nyemplung mbok iraha kembange apa. Sallallahu Nabi Muhammad. Curi putih, curi putih, di tandur neng kebon aku, ana seret di penemplung, mbok iroh kembange apa. Curi putih, curi putih, di tandur neng kebon aku, ana seret di penemplung, mbok iroh kembange apa. Mbok iroh kembange apa. Oh,
Maunya sampai subuh ya. Tapi masih ada, besok ketemu lagi malam. Malam minggu jauh. Malam Senin. Malam Senin di Banyuwangi. Jangan ngomong-ngomong ya. Jangan ngomong-ngomong di Banyuwangi. Oke. Oke. Jangan ngomong-ngomong. Ya. Jangan ngomong-ngomong. Terus malam apa lagi? Oh, malam Jumat depan di Tanjung Sari. Jangan ngomong-ngomong lagi ya. Oh, kan datang kan? Kedengeran ke sana. Ya, kita sekarang berdoa mohon pada Allah Subhanahu wa taala, khususnya yang sedang sakit ya. Kalau ada saudara-saudara kita yang sedang sakit, sebutkan namanya ya. Namanya, kalau bisa nama orang tuanya. Nah, kita khususkan malam hari ini yang sedang sakit Ibu Sunarsih binti almarhum Harjo Sumardi, mudah-mudahan diangkat penyakitnya. Kemudian yang kedua, kita khususkan doa untuk Bapak Tarmidi binti bin Karso, sedang sakit, mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada saudara-saudaranya yang sakit, silahkan menyebutkan namanya. Shallu ala Nabi Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammadin fil awwalin, Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammadin fil akhirin, Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin, Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammadin fil a'la ila yaumiddin, Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajmain. Walamma nadal fikru min darari awsafi Muhammad yaku ukudah tawajjahtu ila Allah mutawassila bi sayyidi wa habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ayya jalasa fihi mashkura fili fihi mahmuda fa idba amali fil amali maqbula wa tawajjuhi fi tawajjuha li khalisatul wasilatul mawsula Allahumma ya man ilai tatawajjahul amal fata'udud zafirah wa ala babi izzati tuhadir rihal fatashaha minhu fuyadadul khamirah natawajjahu ilaik bi asrafi wasaili ladaik سيد المرسلين عبدك صادق الأمين سيدنا محمد الذي أما رسالته العالمين أنت صلي وسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحافظ سرك وحامل رايه دعوتك الشامله الاب الاكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الابهر في كل موطن من مواطن قرب ومدهر قاسم ذلك في عبادك وساكك ارشاد اهلك ويهدي ودادك سيد الكونين واشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المنصوص منك باجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى اله وصحبه واهل حضره اقتراب من احبابي اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم وتوسل إليك بشرف مقامه الأدب أن تلاهدنا في حركاتنا وسكناتنا بعين إنايتك
وأثنى فدنا في جميع أدوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وأسيدي وقايتك فتبلغنا من شرف قرب إليك وإلى أهد الحبيب غاية أعمالنا وتتقبل منا تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجلنا في حضرة الحد الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولأهدك من الحافلين اللهم إنا لنا أطمعا في رحمتك الخاصة فلا تهرمنا وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تهيبنا من بك برسولك فما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفي أن تقابل المسلم منا بالغفران والمسيئة بالإحسان والسائلة والمؤملة بما أمل وتجلنا مما نصر هذا الحبيب ووادره وواله وظاهره وأما ببركاته وشرف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووالدينا جميع المسلمين والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدمر دينك في جميع الأقدار منصورة ومعلم الإسلام والإيمان بأهلها مأمورة معنى نصورة واصف اللهم قربة المقربين واقض دين المدينين واغفر للمظلمين وتقبل توبة التائبين وانصر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط الأدلى بالولاة الحق في جمع النواهي والأقدار وأعذهم بتأديم إنك ونصر على معاندينا من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في لسع الحسيب من جميع البلايا واجعلنا يا رب في لسع الحسيب من جميع البلايا واجعلنا يا رب في لسع الحسيب من جميع البلايا وفي لسع المقيم من الذنوب والخطايا وأدمنا في أعمال بطاعتك وسهك خدمتك قائبين وإزادة وفيدنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واهتمنا منك بخير أجمعين وصلي وسلم على هذا الحبيب محبوب لأسباب الأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين كل بشر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط مستقيم الذين تعلم المغضوب عليهم amin amin ya mutibasailin. Doanya satu lagi untuk teman-teman yang mau nyebrang rombongan Mbah Jamal sak mobil ini insyaallah malam ini apa besok? Besok ya. Mudah-mudahan dikasih kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di sana dimudahkan perjalanannya. Langsung sampai sana ketemu Abuya Abah Sari dan langsung disahkan hikmahnya. Amin ya Robbal. Kembali ke Lampung lagi dengan selamat tanpa kurang satu apapun. Al-Fatihah. Sa'ilin ya, sekali lagi yang mohon kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang jadi hajat kita mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah 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 Allah
بمنن الأقدار ربي فاجعلنا من الأخيار الله 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 واجعلنا من الأحياء ويحيينا على التقوى بلا محنة ولا بلوى بجاه المصطفى المختار ربي فاجعلنا من الأحياء الله 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 ربي فاجعلنا من